بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومحبي قناة الفتح في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مطبخ الفتح. هنقدم لحضراتكم النهاردة طبق ستارتر وطبق ميني كورس. ستارتر اللي هو فاتح للشاي، والميني كورس اللي هو الطبق الرئيسي. طبق الستارتر عبارة عن سلطة كرنب، والطبق الثاني الرئيسي الميني كورس انتركوت بالبدنجان. الطبق الاولاني سلطه كرنب، قلب كرنبايه بيضه وحبيتين تفاح ودوره صفرا حلو وجبنه شيدر مبشور وقرن شطه فلفل اخضر حراق، معلقتين خل، ثلاث معالق زيت زيتون، ومعلقه صغيره مستردة، وربع كوب زبيب. المقادير هتنزل لحضراتكم دلوقتي حالا على الشاشه اهو. قلب كرنبايه بيضه، حبيتين او ثلاث حبات تفاح، نص فنجان ذره حلو، نص فنجان جبنه شيدر مبشور، قرن فلفل اخضر حراق، معلقتين خل، ثلاث معالق زيت زيتون، معلقه صغيره مستردة، وفنجان زبيب. هنبدا مع بعض واحده واحده نركب الطبق بتاعنا النهارده اهوت. هجيب الطبق اللي هنجهز فيه حاجتنا. الكرنب بتاعنا قطعته رفيع ورشته بالملح وسبته لمده ساعه عشان يطرى معايا اهو. والتفاح بتاعنا قشرته وقطعته شرايح وحطيته في ميه بليمون او ميه وخل عشان ما يسودش مني اهو. هنبدا مع بعض واحده واحده. هجيب الكرنب بتاعي اهو، انزل بيه في البوله بتاعتي اللي هقدم فيه اللي هقلب فيها الحاجه اهوت بنفس الطريقه كده اهوت. التفاح بتاعي اهوت، الزبيب نقعته في الميه لمده ساعه، الزبيب ده نقعته في لمده ساعه اهوت اهو. حبايه فتحها ازاي وعامله ازاي؟ كويسه وتمام اهيت وزي الفل اهي اهي. الزبيب بتاعه اهوت. بجيب الذره الحلو بتاعي اهو اهوت، هجيب القرن الشطه او القرن الفلفل الاخضر بتاعي هقطعه كده اهو. بنفس الطريقه كده اهو، حراق بنزل على السلطه بتاعتي اهوت اهوت. بجيب معلقه المستردة، زيت الزيتون اهوت. طبعا الكرنب بتاعي واخد ملح، واخد ملح لمده ساعه، يعني هو تمام وزي الفل دلوقتي. لو حبيت اديله ملح ممكن اديله ملح خفيف. الخل بتاعه اهوت اهوت. قلبه كويس اهو. اهوت. وانزل على باقي المقادير اللي عندي اهو. اهو. هقلب المكونات دي كلها ببعضها اهوت. بنفس الطريقة كده اهو اهو. كرنب مع الزبيب مع التفاح مع الذرة الحلو والدريسنج الجميل اللي هو معلقة المستردة والخل وزيت الزيتون. لسه عندي نص كوب جبنة شيدر مبشور، هيبقى في الآخر خالص على وش الطبق بتاعي اهو اهوت. هجيب طبق التقديم بتاعي اهوت. اهو
قلبته كويس اهو مع بعض اهوت، والدريسنج بدا يتداخل اهوت في مكونات السلطه بتاعتي اهوت، وانزل بيه في طبق التقديم اهو. بسم الله اهوت، واحده واحده مع بعض وخطوه خطوه اهو يا جماعه. تركيبه كويسه وتركيبه هايله جدا جدا جدا، حلو مع حادق، والتيست في الاخر يكون ممتاز ورائع جدا جدا جدا. جربوها يا جماعه وهتحسوا بالفرق اهو. اول طبق النهارده بنقدمه لحضراتكم اللي هو سلطه كرنب. فيها تفاح بقى ايه اللي فنش الطبق بتاعنا بالتفاح اهو اهوت. كده اهو الله ينور يا عم ناصر اهوت. اهو جبنا عند اخر حاجه اهي 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 اهو. وده يبقى طبقنا الاولاني النهارده سلطة كرنب بكل تفاصيلها وكل مكوناتها.